لو عايز تعرف اهم واحدث تسريبات جالاكسي نوت 20 ونوت 20 الترا والموعد النهائي للكشف عنهم، ما لازم تشوف الفيديو، بس ما تنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك وتعمل مشاركه للفيديو عشان نستمر بنشر الفيديوهات اللي زي دي على طول ان شاء الله. طلبنا من اي وقت عدى قبل كده من صدور عائلة النوت من سامسونج وهي موبايلات نوت 20 الترا ونوت 20 العادي، مفيش كلام عن نوت 20 بلس، وده اللي اكدت له لنا التسريبات في الايام اللي عدت قبل كده. بس كمان التسريبات برضه اكدت ان في حاجات متشابهه ما بين موبايلين كتيره، ويعني بالنسبه للتسريبات اللي ظهرت لنا، ودي خلت مواصفات الموبايلات يعني اكتر وضوحا من اي وقت عدى قبل كده. يجي بقى لمواصفات جالاكسي نوت 20، هو بيجي بظهر من الازاز ومخلوط مع المط مع فريم الومنيوم، وبيجي بشبكات الجيل الرابع في نسخة معالج الاكسينوس او الجيل الخامس في نسخة معالج سناب دراجون، وبيجي بطبقة حماية على الظهر من نوع كورنينج غوريلا جلاس الجيل السادس، وبيجي بشاشة دايناميك اموليد بحجم 6.7 انش وبدقة كواد اتش دي بلس، وبتيجي بكثافة بكسلات 509 بكسل لكل بوصة، وبتدعم ال اتش دي ار 10 بلس، وبتيجي بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية. كمان بيجي الموبايل مع معالج اكسينوس 990 للنسخة العالمية، معالج رسومي مالي جي 77 او معالج سناب دراجون 865 للنسخة الخاصة بالولايات المتحدة، ومعالج رسومي ادرينو 650. وبالنسبة لمساحة التخزين فهي بتيجي ب 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 من نوع GDDR5، وكمان بيجي بكاميرا سيلفي بدقة 40 ميجا بكسل وبتدعم تصوير الفيديوهات لحد 4K، كاميرا تانية بدقة 13 ميجا بكسل للزوم وبتوصل لأوبتيكال 5X و50X عن طريق السوفتوير، والكاميرا الخلفية كمان بتدعم تصوير فيديوهات بجودة 8K، والسماعات استيريو خارجية ومفيش منفذ لل3.5 ملي، وبيدعم الـ NFC والسامسونج ديكس، وبصمة الإصبع الموجودة أسفل الشاشة على طول وهي ألترا سونيك، وبطارية بـ 4300 ملي أمبير، وبتدعم الشحن بقوة 45 واط، وبتدعم الشحن وايرلس بقوة 15 واط. الفرق بقى ما بين النوت 20 ألترا والنوت 20 عادي، النوت 20 الترا بقى بيجي ب 6.9 انش بدل 6.7 انش، وبطاريه 4500 ملي امبير بدل 4300 ملي امبير، واضافه الخيارين من الالوان وهما الابيض والاسود. وبالطبع لما يتم الاعلان رسمي عن الموبايلات فهنجد فروق تانية ما بين الموبايلات. وطبعا ده بالنسبة للمواصفات المسربة اللي هي جات لنا لحد دلوقتي، فهي فروقات ما بين النسخة العادية ونسخة الألترا من هواتف سلسلة النوت، وهي التسريبات النهائية لهواتف النوت العادي والنوت 20 الألترا المتوقعة، ووجود أخطاء في هذه المواصفات فهي مجرد تسريبات بس يعني، فهي مش مواصفات رسمية. وهيكون موعد الإطلاق الرسمي للموبايلين في يوم 5 أغسطس من عام 2020 مع بعض المنتجات التانية. ومن المتوقع ان هي يكون جالاكسي فولد 2 الجديد من برضو معاهم.